شارك المعرفة. عملات رقمية غير قابلة للمس كالدولار واليورو تستخدم في العالم الرقمي ومتوفرة في جميع أنحاء العالم، ومن أبرزها عملة بيتكوين التي تعد الأشهر والأكثر تداولاً. ظهرت العملة الرقمية إلى الوجود قبل أقل من 10 سنوات، لكنها استطاعت منافسة الذهب كخيار استثماري. الاستثمار في العملة الرقمية مثل البيتكوين برز كبديل للأشكال التقليدية من النقود، وخلق أفقاً جديداً للابتكار في القطاع المالي مثل الإقراض من فرد إلى فرد والمحافظ الرقمية. كلما زادت ثقة المستثمرين في الأشكال البديلة للنقود وآلية الدفع، كلما ظهر البيتكوين كبديل استثماري متاح. منذ بداية عام 2017 زاد البيتكوين بقيمة 200% تقريبا. أما أولئك الذين استثمروا فيه منذ عدة سنوات يقيسون أرباحهم الآن بالآلاف بالمئة. بعض العملات المشفرة الأخرى تنمو بشكل أسرع. السؤال هنا الآن، لماذا لم تكسب بعد ولا قرشا من هذا السوق الضخم؟ إليك 5 معيقات عن الكسب من العملات الرقمية. يمكنك دائما البدء في الاستثمار والمضاربة في العملات الرقمية عبر منصة باينانس العالمية. سجل مجانا عبر الرابط في صندوق الوصف وتمتع بميزات استثمارية رائعة. أولا، أنت لا تفهم شيئا في العملات الرقمية. المشكلة، كل هذه البلوكتشينات والبيتكوينات والانقسامات الصلبة تبدو كشيء مكتوب بالصينية. أنت لا تفهم عملية تكوين البيتكوين ولا لماذا يزداد سعره. الحل، في الانترنت بحر من المعلومات عن سوق العملات المشفرة، تاريخه وتطوره، الخصوصيات القانونية والتقنية، كما هناك توقعات سوقية والكثير من الأشياء الأخرى. التعرف على عالم العملات الرقمية يمكن بدءه مثلا من المواد التعليمية في insider.pro. ثانيا، سوق العملات الرقمية متقلب جدا. المشكلة، هنا لا تعمل القواعد التي اعتدت عليها. العملات الرقمية متقلبة بشكل كبير، والحركة للأعلى أو للأسفل بنسب العشرات بالمئة خلال اليوم تحصل ليس يوميا بالطبع، لكن كثيرا ما تحصل. الحل، تعامل مع العملة الرقمية كأصل ذو مخاطر عالية. استثمر مبلغا أنت مستعد لخسارته، وإياك شراء البيتكوين من مدخراتك أو بأموال مقترضة. ثالثا، أنت تخشى المشاكل مع القانون. المشكلة، أنت تخشى أن تعتبر سلطات البلد التي تعيش فيها الاستثمار بالبيتكوين أو التعدين عنه كأمر غير قانوني أو محاولة لغسيل الأموال أو النصب. الحل، قبل أن تبدأ بالاستثمار أو التعدين يجب النظر بموقف سلطات البلد والذي على أرضه تنوي أن تفعل هذا. الرقابة على البيتكوين والعملات الرقمية ككل بدأت تظهر في بعض الدول للتو. رابعا، التعدين مكلف. المشكلة، التعدين بجهاز كمبيوتر عادي ليس نافع، وحتى مزرعة صغيرة مستعملة سعرها مرتفع. الحل، قد يكون عليك محاولة الحصول على العملة المشفرة بطريقة أخرى، مثلا بشرائها عن طريق باينانس أو بيع السلع والخدمات بها. خامسا، أنت تخاف أن يتم خداعك. المشكلة، أنت تخشى على استثماراتك، يمكن أن ينصب عليك المحتلون ويمكن أن يخترق الهاكرز البورصة، وحتى المحفظة التقليدية يمكن أن تسرق إن لم تعتني بها بشكل جيد. الحل، راقب أخبار العملات الرقمية، لا تحتفظ بأموالك في البورصة، وتوجد لهذا الغرض محافظ أوفلاين. شاهد أيضا عبر قناة أوديولاب على اليوتيوب، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك. إلى اللقاء.